وفي ذات السياق أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان احتفالا دينيا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم. رعى الاحتفال سيادة المطران خريستوفوروس وبحضور عدد من الآباء الكهنة والشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من المؤمنين. وتضمن الاحتفال وعظة للمطران خريستوفوروس أكد فيها أن قوة الصليب عظيمة في حياتنا وأن الذبيحة الإلهية هي المحبة الحقيقية لله. الطريق الواسعة حكا تقود إلى الهلاك، أما الطريق الضيق تقود إلى الخلاص، إلى الملكوت السماوي. وهي الطريق الضيق هو بنفسه إلهنا يسوعنا الحلو، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس اللي تجسد من أجل خلاصنا، هو سارها مكابدا الألام طوعا لأجل خلاصنا. يعني هو راح للصليب طوعا بإرادته، ما حد أجبره وما كان حد بيقدر يجبر الإله إنه يمشي هاي الطريق، ولكن هو اختياريا راح حتى يعطينا قدمة ونهج في حياتنا كيف نحن كمان نمشي. حمل الصليب، كابد الألام وسمر خطايانا على الصليب حتى نقدر نحن نتحرر من آثار المعصية اللي كانت مستولية علينا بسبب الخطية، اللي هو أكتر شيء اللي كان مستولي علينا اللي هو الموت. والموت هو كابوس اللي واجه كل الحضارات، يعني كل الحضارات الإنسانية اهتمت كيف بدها تقدر إنها توصل للخلود، كيف بدها تتخطى الموت. المسيح أجا وبموته موت الموت وأعطانا الحياة الأبدية بقيامته المجيدة من بين الأموات. وهون اختلاف المسيحية، واللي دائما الكنيسة بموقفها بتحكي المسيحية مش ديانة، المسيحية هي الحقيقة المعلنة والمتجسدة بالإله المتجسد الرب والمخلص يسوع المسيح. وشارك في الاحتفال جوقة القديس نيقلاوس الصريح وموسيقات مجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية. وفي الختام تم توزيع ثمار الرمان على الحاضرين. يا سيدنا Yeah.